خاطو كانت طرحت سؤال على عدد معتقلي الرأي وسؤال آخر على المحاكمات اللي راهي تطول ما تلحقش، يعني الناس راهم تحت النقابة القضائية أو في الحبس المؤقت والمحاكمات تاعهم ما لحقتش. عدد المعتقلين يعني خلال هذا الأسبوع كان هناك ارتفاع، كانوا سجنوا 3 من أضرار وزادوا سجنوا ناشط من جيجل واعتقد ناشط آخر من غليزان من مستغانم. يعني الأسبوع الماضي فقط كانت العدد في حوالي أكثر من 40، لكن مع بداية هذا الأسبوع العدد بدون تقديمات اللي موجودة اليوم، هناك تقديمات يعني دي بريزونتاسيون اليوم، أعتقد العدد مستقر في 58 مع التأشير أو الإشارة إلى أن هناك ارتفاع مقارنة بالأسبوع الماضي. أكثر من هذا هناك توزيع لهؤلاء المساجين أو هؤلاء المعتقلين عبر ربوع الوطن، والعدد مرتفع بشكل أكبر في الجنوب الجزائري. عدد الجنوب الجزائري بين طمرناص وأضرار هناك أكثر من 10 سجناء، أضرار أعتقد يستقر العدد على 7 سجناء، بينما طمرناص هناك سجينين، والمنطقة الجنوبية الآن فيها ارتفاع في الاعتقالات. أنا مقتنع بأن هناك سياسة كما ذكر الأستاذ بوشاشي، السياسة واضحة على أن هذه الاعتقالات يجب أن تتوزع حول على ربوع الوطن، لأنه إذا تتذكرون جيدا عند بداية الاعتقالات في 2019 جوان 2019 تقريبا كانت المرحلة الأولى من الاعتقالات كلها مركزة في العاصمة فقط، لم تكن هناك أي اعتقالات في ربوع الوطن في الولايات الأخرى، وأن الاعتقالات الأولى اللي شملت خارج العاصمة كانت في غليزان، خوتنا في غليزان هما اللي تم اعتقالهم بعد العاصمة. لكن هذه المرة هناك توزيع للاعتقالات في الشرق في الغرب في الجنوب في أقصى الجنوب، تقريبا من كل الفئات العمرية من كل فئات المجتمعية، طلبة، هناك كبار في السن، مثقفين، تعرف أن السلطة ما توقفتش عن سجن كل الفئات، السلطة سجنت المجاهد، سجنت الفنان وما زال محمد تجديد في السجن وهو الشاعر، سجنت المثقف، سجنت السياسي، سجنت الجمعوي، سجنت الطالبة، سجنت الناشطة السياسية، سجنت كل حتى المحامي سجنته السلطة، سجنت الجميع بدون أي لم تستثني. الآن خالد راني الصحفي موجود في السجن، كل فئات المجتمع مستها السلطة بالاعتقالات ومست الآن كل ربوع الوطن، معنى هناك خارطة حقوقية موزعة على فئات المجتمع وموزعة على ربوع الوطن. إذا نتكلموا الآن على كيف يعني الوضعية الحقوقية هي تزداد سوء. يعني نشوفوا عندما نتكلم على ارتفاع وتيرة وارتفاع عدد الاعتقالات ونشوفوا غلق كل مساحات الحرية ونشوفوا خطاب السلطة الموجه، نشوفوا وسائل الإعلام اللي توظفها السلطة، نشوفوا التضييق على الحرية كل يوم، هنا نكون متأكدين بما لا يدع أي مجال للشك بأن هذه السلطة ما عندها حتى رغبة في فتح مجال الحريات. وأن نشوفوا بعض الأحكام، كي تكلم الأخت على الأحكام بطبيعتها هي أحكام سياسية وليست مبنية على أي أسانيد أو قناعات قانونية، لأن التهم هي تهم سياسية، لأن حتى العيب لو كان كاين متسع من الوقت، حتى العيوب الموجودة في التشريع الجزائري اللي في كل مرة نتكلموا على أن حتى النصوص الموجودة في قانون العقوبات واللي عم يتابعوا بها الإخوة والأخوات المسجونين هي نصوص ترجع إلى عهود قديمة، إلى عهود يعني ترجع للستينات والسبعينات اللي كان هناك التوظيف السياسي الحقيقي للتشريع القانوني. فهذه هي الآن اللي تمارسها السلطة، تأخذ نصوص قانونية عندها بعد سياسي وتوظفها ضد هؤلاء حتى يمكنها باش تعطي لهم أقصى العقوبات، لأن تقريبا استقرت السلطة في كل متابعتها اللي يشترك فيها الجميع حول نصين قانونيين، يعني يا إما يديروا لهم المادة 79 المساس بالوحدة الوطنية، يا إما يديروا لهم المادة أعتقد 96 طبعاً 96 وهي عرض منشورات من شأنها الإضراب للمسرح الوطنية. ونعرفوا بأن مصطلح المسرح الوطنية ومصطلح الوحدة الوطنية
هي مصطلحات فضفاضة ومصطلحات مطاطة لا تملك أوجه لا تملك صور، لكن السلطة توظفها لصالحها حتى تبقي على هؤلاء في الحبس وتعتقلهم باسم الوحدة الوطنية اللي صارت تعتقد بأنها ملكها، باسم المصلحة الوطنية اللي تعتقد السلطة بأنها ملكها. تقريبا كل هؤلاء المسجونين مسجونين سواء بتوظيف للمصلحة الوطنية أو توظيف للوحدة الوطنية. طبعا في السجون اعتقادي بأننا نقارب 60 متابع معتقل، لكن إذا أخذنا المتابعات اللي تمت في 2019 وربما الناس القضايا تاعهم تتأجل، فهناك المئات المتابعين اليوم أمام المحكمة.